بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على كل نعمة أنعمها وأسداها على البشرية، وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد الخاتم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أفضل الصلاة وتم التسليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنا في زيارة لفضيلة شيخنا العلامة حمود بن حميد الصوافي أيام العيد، وقد كان في بيت أحد الجيران، وسئل سؤالا عن الوصية. شيخ حمود كما يعلم الجميع ما عنده عطلة، ما عنده إجازة، ما عنده عيد، ما عنده شيء، حتى أيام العيد والناس يسلمون عليه بعدما يسألهم عن الأخبار والعلوم يقول للقارئ اقرأ. هكذا ديدنه حفظه الله وأمد في عمره. سئل ثم من هذه الوصية، قال الشيخ وعجبا لبعض الناس في وصاياهم، قيل له كيف يا شيخ؟ قال أحد الأغنياء الأثرياء يقول كتب أن يحج عنه 100 حجة، وأن يعتمر عنه 100 عمرة، وأن يصام عنه 100 شهر رمضان، يقول وكفارات أنا نسيت كم العدد، يمكن 100 أو كذا، يقول وأوصى للأقربين 500 ريال، يقول ربما الأقربين يمكن يبلغوا 500 أو أكثر. فمعناه لو وزعت هذه الوصية للأقربين كل شخص يحصل على 1 ريال. فالشيخ يقول هذه الثقافة غير منتشرة عند الناس، منهم من لا يوصي أبدا، ومنهم من يوصي بأشياء بسيطة، حتى يقول أحيانا يصل التوزيع إلى 50 بيسة كل فرد. طبعا الوصية كما تعلمون هي للكبير والصغير وللذكر والأنثى والغني والفقير متساوية، فيقول الرجل الكبير والرجل الغني وهكذا الإنسان يحصل 50 بيسة، يقول أمر غريب وعجيب. هذا موقف من المواقف التي ذكرها فضيلة شيخنا حمود، وهناك أيضا ما شاء الله من المواقف التي وصلتني وتأكدت بنفسي منها، وهي إن أحد طبعا من الصحراء جاء ودائما يزور الشيخ، وعندما يكون هناك يريد أن يعني يأخذ بيد الشيخ. الشيخ كما يعلم الجميع هو ضرير، فيريد يقود الشيخ، والشيخ يوافق يقول له جزاك الله خير. فمرة من المرات قال للشيخ الشيخ إلي، يقول له طلب معك، قال له ما هو؟ قال له أن تدعو لي أقاودك في الجنة. قال للشيخ وبعدك حتى في الجنة تبغاني عور؟ فأنا عاد في زيارة من الزيارات له سألته قلت له بلغني كذا، قال هذا واحد اسمه فلان خبرني باسمه، يعني يقول بعده يبغاني وين حتى هناك عور، يقول مسكين ما يعرف ترى. هذا هو أيها الإخوة العلم، الناس لا يحشرون كما كانوا في الدنيا، هناك يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار، هناك تعاد هذه الأبدان إلى شبابها، قيل تبعث في مسحة سيدها سيدنا آدم أبو البشرية في سن 30 أو 33 سنة. الضرير لا يبقى طبعا بعماه، وصاحب المرض الخبيث يعني لا يهولهم الفزع الأكبر ولا يمسهم شيء من الحرج، هناك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالعلم العلم يا إخوة، العلم العلم يا شباب، العلم العلم يا مسلمون. البعض الذين لم يتعلموا يظنون أن الناس الذين هم في الدنيا يكونون في الآخرة هكذا، لا يظنون أن هناك شباب لا هرم، صحة لا سقم، شباب هكذا تأتيهم الفواكه متدنية إلى أفواههم يأكلون منها، والطير نصفه مشوي ونصفه مقلي، يأكل منها ويطير الطائر يتفاخر على أقرانه من الطيور، يقول إن عبد الله فلان أكل مني أما أنتم لم يأكل منكم. يا الله، اللهم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. جمعنا الله وإياكم بالأنبياء والمرسلين والأئمة والعلماء والصالحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.